قرر مجلس التعليم العالي في اجتماعه 33 سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أعلن هذا القرار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس أمس. وقال النعيمي أنه في ضوء التقرير المرفوع من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخصوص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا والمتضمن عرضا مفصلا للجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لحل مشكلة التصديق على مؤهلات الطلبة من خريجي هذه الجامعة، وما تأكد من عدم استجابة الجامعة للقرارات الصادرة بهذا الخصوص ورفضها تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة للدرجات بداية، ورفضها بعد ذلك تسليم الكشوف الإلكترونية مع التعهد بصحتها، بما أثار المزيد من الشكوك حول صدقية ما يصدر عنها من مؤهلات ووثائق وعدم التزامها بالمهلة المحددة لتسليم الشهادات وسائر الأوراق ذات الصلة. وبعد التأكد من عدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه العملية التعليمية ومصالح الطلبة وإلحاقها أضرارا بالسمعة التعليمية لمملكة البحرين وبالمؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسساتها وإلحاق الأضرار بمصالح الطلبة ومستقبلهم الدراسي وعدم توافر الشروط الأكاديمية المناسبة في البرامج التي تقدمها هذه الجامعة وفقا للتقارير الموثقة. قرر المجلس سحب ترخيص جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. وفي ضوء تخلف الجامعة عن تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، وجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة إلى اعتماد مؤهلات الطلبة المسلمة إلى الأمانة العامة والصادرة عن هذه الجامعة، وذلك بصورة استثنائية في ضوء سحب الترخيص، ويستثنى من ذلك المؤهلات التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى لوجودها ضمن ملف قضية التزوير والمتهم فيها اثنان من مسؤولي هذه الجامعة، وإلزام الجامعة بالتسليم الفوري للشهادات الحائطية للطلبة الخريجين وكشوف الدرجات وكافة الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة، وإلزامها بإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في برامج الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام 2013-2014. كما قرر المجلس تخويل الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطلبة الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة بنقلهم إلى ذات الاختصاصات في الجامعات البحرينية الحكومية والخاصة الأخرى، وبنفس الرسوم الدراسية المعتمدة لدى الجامعة المسحوب ترخيصها، وإلزام الجامعة المسحوب ترخيصها بمراعاة مصالح أعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين فيها وفقا لأحكام القانون وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمخاطبة الجهات المختصة بالمملكة بشأن ما يترتب على سحب ترخيص هذه الجامعة من أثر. اليوم مجلس التعليم العالي درس بشكل كبير العديد من الأمور، ومن أهمها موضوع طلبة جامعة دلمون. في الواقع نحن في مجلس التعليم العالي ننظر إلى الطلبة بكل اهتمام ورعاية، ونحرص على تسهيل أمورهم، وأيضا في نفس الوقت الحرص على سمعة مملكة البحرين التعليمية ومنع المتاجرة بها. في ضوء مماطلة الجامعة وعدم التزامها بالقرارات وعدم أيضا اهتمامها بمصالح الطلبة وتعديل أوضاعهم، اتخذنا هذا القرار اليوم الذي نهدف من خلاله إلى شيء أساسي: منع المتاجرة بسمعة مملكة البحرين التعليمية أو بمصالح الطلبة. إضافة إلى سحب الترخيص، تم تكليف الأمانة العامة اليوم بمتابعة أيضا أوضاع الطلبة الذين لا زالوا على مقاعد الدراسة. الأمانة العامة حتتواصل مع أبنائنا الطلاب عبر جميع الوسائل التي ممكن نتواصل معها، إذا كانت أرقام هواتف موجودة نتواصل معهم أو عن طريق الميديا والإعلام، بوضع آلية هذه اعتماد الشهادات والتصديق عليها، وكذلك متى تكون جاهزة. والأمانة العامة حتضع، ومن الآن هي حقيقة جهزت أنفسها لإعداد فرق تقوم بفحص هذه الأوراق واعتمادها بالسرعة الممكنة، وإن شاء الله من بعد إجازة العيد سوف نقوم إن شاء الله بالتواصل مع الطلاب، ويعني بحيث أن يأتون ويعني
ينهون هذه المرحلة المتعبة بالنسبة لهم في الجري وراء شهادات.